بطبيعة الحال هذا السؤال جد مهم، اللي هو حول هذا الشغب وهذا الانحلال الخلقي اللي رأيناه خلال هذه الاحتجاجات المدرسية ضد الساعة الإضافية. أنا شخصيا ما كنلومش الشباب وما كنحملهمش المسؤولية، وبالنسبة لي هما ما خاطئينش. علاش؟ لأن السلوك ديالهم هو نتيجة ديال الجودة ديال التربية اللي اعطيناها لهم في المنازل واللي اعطيناها لهم في المدارس التعليمية. كذلك خصنا نعرفوا باللي أن الشارع هو المرآة ديال الجودة ديال التربية المنزلية والتربية التعليمية. يعني إلا بغينا نقيسوا ونعبروا الجودة ديال التربية في المجتمع ديالنا، خصنا نخرجوا في الشارع ونشوفوا السلوك، واش هو سلوك خلقي أو سلوك مع الأسف اللي ما عنده شي علاقة مع الأخلاق. كي خصنا نعرفوا كذلك خلال هذه التجربة نستغلها ونقرأ واحد القراءة صحيحة للمجتمع المغربي، وما نبقاوش نكتبوا على راسنا وننكروا ونتجاهلوا ونقولوا أننا نحن مجتمع محافظ ولنا قيم عالية. مع الأسف ما كنشوفوهاش في الشوارع، ولعل هذا الاحتجاج جات ديال التلاميذ ظهروا لنا الخلل العظيم اللي عندنا في التربية المجتمعية. خصنا نعرفوا إلى استمرنا هكا في هذا الإنكار، يعني أننا غادي نحطوا واحد تشخيص للأمراض الاجتماعية تشخيص خاطئ، وإذا كان التشخيص خاطئ بطبيعة الحال الوصفة العلاجية حتى هي غادي تكون خاطئة.